راح اسمعك الكارثه وراح اشوفك الكارثه وراح تشوف بنص راسك انه قحطان ولا مره حكى الشيء وما كان عنده دليل ونطى دليل قاطع. وهذا الدليل اليوم مو من عندي، من قيادي مهم بالحشد. اسمع، انا دا احكي وياكم مباشره ودا اقول لكم هذا الملبي لا يقل عن 10,000 تلاعب في الدرجه الوظيفيه، مفسوخه عقودهم، راح اعينه وجدد. والتعيينات الجديده كانت على وفق المحسوبيه والمنسوبيه والمصالح السياسيه والمصالح الشخصيه والمصالح العشائريه ومصالح الفنانين. واحد من الاشخاص اللي هو عجلكم الله كان يتمرقص في وقت شبابنا كانوا يقاتلون يعطون شهداء وقلوبنا مجروحه بشهدائنا، هو يتمرقص الان، هو عنده استماره. اي حلو، اوقف 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 هنا. أنا سمعت يقول لك 10,000 قسموها الى الاحزاب السياسيه ولا النواب ولا مسؤولين ولا شيوخ عشائر ولا رجال دين، توزعت وتقسمت. ويقول لك حتى فنانين اخذوا حصص. من هم الفنانين اللي عندهم حصص وياخذون استماير؟ اكو هواي من الفنانين طابين جوا باط السياسيين والاحزاب، والله اللي افضحهم. كمل. هو عنده استماره كاتبيه هو مجاهد مباشر بعد مو تسري. هذا واحد صح؟ عرفت؟ انطيني هسه اللي بعده. شوف، احنا عندنا 10,000 درجة وظيفية بالحشد تتبدل اسمائهم وتروح محسوبيات ومنسوبيات ورشاوي، تمام؟ وولدنا يقعدون بالبيوت اللي تعبوا وجادوا وقاتلوا. راح اعطيك دليل عن لسان قائد مهم في الحشد. اسمع، توطين الرواتب صاير يعني اكو بيه انتقائيه ببعض جوانبه. احنا كفرقه العباس القتاليه تكلمنا في قضيه الكي كارت كثيرا، اكو بيها خروقات كبيره واكو بيها مخالفات قانونيه. انا ما اريد اذكر الكي كارت بس هم جابوها نفسهم يعني، وانا سادعي ادعاء خطير. أسوأ طريقة توطين رواتب هي في الحشد. شهرية احنا عندنا نور زهير بتوطين الرواتب وأنا أتحمل مسؤولية ذلك. أنا أنصح، سمعت؟ شهرياً يقول، شهرياً إنه احنا عندنا بوق برواتب الحشد، تمام؟ أكبر من قضية نور زهير. الله أكبر. وين ما دا أحط راسي ألقى بوق. وين ما احط راسي القى لفظ لفظ. زين ذولا، زين سؤال اللي هسه على لسان قائد في الحشد اللي يقود الحشد، مو هم مجاهدين مو مقاولين؟ زين شلون لعد ما يستحرمون؟ هم ما يخافون من الله؟ وين دا يودون الفلوس؟ زين هذا الشيء يعتبر شفط لو مو شفط؟ جاوبوني. اليوم أنا لما اجيت خليت قيادات بالحشد، ليش خليتهم؟ ليش اختاريت ذولا؟ غير لأنه هم ناس شرفاء ومناضلين. ليش هو الشرف وين؟ بس هنا؟ ها؟ اللي يبوك شريف؟ اللي يلحس المالية شريف؟ كمل. حسم مظلومية فرقة العباس بشكل سريع. الموضوع يتطور وبعدين احنا نتخذ اجراءات قانونيه قد تحرجكم كثيرا. ضمن الامور اللي عندنا ملاحظات عليها هو توطين الرواتب. توطين الرواتب صاير يعني اكو بيه انتقائيه ببعض جوانبه. عندنا وهاي هم ايضا للراي العام، تقريبا عندنا 186 مقاتل. لجنه توطين الرواتب بهيئه الحشد الشعبي اللي تابعه الى المديريه الاداريه والماليه قابلتهم بهذه القاعة مال الجامع. اسمع، اعتقد بالمطعم، العفو بالمطعم، قابلوهم وكملوا كل اجراءاتهم. بعدين مدير المالية اللي يدعي هو قريب من اجواء العتبات وهي بريئة منه، ما اعتقد تدعم فالشخص مسيء، وجه انه تتوقف صرف الكي كارد.
أو بطاقة الإلكترونية. وهاي ما صايرة بالدولة العراقية بهيجي وضع كيفي. يذهب المقاتلين يقولوا لهم شيخ ميثم هو وقف الرواتب الكيكارد مالتكم وهو مانع. هكذا يكذبون على المقاتلين. أنتوا إذا تريدون تمشوها روحوا اشتكوا عليه. خو أنتوا والله أنا ما شايف هيجي غلط. مو أنت هذا من راح يشتكي تنقلب عليك. وراح يشتكي وأنا راح أجي وأقول هاي الكتب مالتي أنا موجه لهم قال لهم ليش وقفتوا صرف الكيكارد وأدازل الجهات الرقابية هذا جانب. جانب الآخر إحنا كفرقة العباس القتالية تكلمنا في قضية الكيكارد كثيرا وبينا أكو بها خروقات كبيرة وأكو بها مخالفات قانونية ووجهنا الكتاب إلى جهات رسمية كثيرة ورقابية ومسؤولة ولم يحصل جواب. نوبة بعد بالعكس يدافعون عن إحنا توطين الرواتب إخواني هو متعلق بالمصارف الأساس هو المصرف المفروض. هسه خلي أنا أوضح لك باختصار شيخ ميثم دي يحاربوه ويضغطون عليه يعني ما حد يقدر ينكر إنه فرقة العباس القتالية لشيخ ميثم أو قائد الشيخ ميثم هم ناس أو يعني خلنا نحصر الموضوع انه هو انسان نظيف. انا المعلومات اللي عندي والله العظيم انه هو لحد الان قاعد بمجتمل صغير تمام. ايش دا يسوون اللي الحسون الماليه دائما دا يضيقون الخناق عليه على مود يعوفهم يلخفون 10,000 درجه وظيفيه بالحشد تبدلت الميزانية والموازنة تنباق يوميا أو شهريا من الحشد لمن يقول لا يحرضون عليه جنود الحشد لأنه هو مو حرامي. هاي هي هاي كل القصة وقالها هو قالك واحد يدعي أنه هو قريب من المرجعية بس هو لا قريب من المرجعية ولا أبد وإذا هو بيخي خلي يروح للمرجعية ده يقول له